السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا مع شرح جديد وفيديو جديد. اليوم راح نقوم بشرح فيديو وهو توثيق حساب كواي بالعلامة الزرقاء، حيث راح نتعرف على الشروط اللي راح تسمح لنا بالتحديث الجديد 2022، كيف راح نقوم بتوثيق حساب كواي بالعلامة الزرقاء. أول شيء راح ندخل على تطبيق كواي وراح نقوم بالشرح. قولوا لي نقوم بالشرح الطريقة اللي راح تساعدنا في التوثيق بالعلامة الزرقاء. مثل ما أنتم شايفين، أول شيء سأقوم بالدخول إلى الملف الشخصي الخاص بي. سأقوم بالدخول إلى الملف الشخصي الخاص بي، ثم أقوم بالضغط على مركز المبدعين، وبعد ما دخلنا على مركز المبدعين هناك تقرير. سأقوم بمشاهدة التقرير المرة الجاية. التقرير عنده علاقة بالمشاهدات والإعجابات والمتابعين، لكن ليس هذا الموضوع اللي راح نحكي عليه. احنا فقط راح نحكي على توثيق الحساب الخاص بنا على تطبيق واي. مثل ما انتم شايفين ظهر لنا صندوق على جنب، صندوق المحتوى المتميز، وجنبه علامة زرقاء دائرية بعنوان توثيق صانع المحتوى. بهالطريقة راح نقوم بالضغط ونتعرف على أهمية الشروط وما هي الشروط الخاصة بتوثيق حساب كواي. سنقوم بالضغط عليها وننتظر حتى يتم فتح لنا البيانات الخاصة بتوثيق الحساب. مثل ما أنتم شايفين توثيق صانع المحتوى بالعلامة الزرقاء، توثيق فردي، توثيق المهنة. احنا سنقوم بالتعرف على التوثيق الفردي. بعد ما قمت بالدخول إلى التوثيق الفردي الخاص بي وهو الحساب المرتبط بالرقم، هناك علامة خضراء وهي تؤكد أنه الحساب الخاص بي يعني مسجل عن طريق الرقم، وهذا له أهمية كبيرة في توثيق الحساب وتوثيق أي حساب، سواء تطبيق كواي أو أي تطبيق، لازم يكون مرتبط بالرقم الهاتف لكي تضمن يعني مشان تضمن أي شيء بصير في حسابك أو شيء تقدر تسترجع حسابك عن طريق الرقم. وهذه نقطة كتير مهمة، لازم أي حساب نقوم بربطه بالرقم الهاتف الخاص بنا. الشرط الثاني عدد المتابعين أكثر من 50,000. إحنا حاليا لسه ما لحقنا هذا العدد، إن شاء الله بعد هذا الفيديو سنقوم بتحقيق الهدف مع الاستمرار. أكيد كل شيء بالاستمرار والإبداع، خليكم تستهدفوا أكبر نسبة، أكبر قاعدة جمهورية في تطبيق كواي. الشرط الثالث وهو عدد المنشورات عامة في الشهر الماضي أكبر من أو يساوي 10. الحمد لله أنا تخطيت هذه المرحلة، عندي كتير منشورات في الصفحة الخاصة بي، والشرط الثالث قمت بتحقيقه. أما الشرط الرابع وهو لا يوجد أي انتهاكات في الشهر الماضي، والحمد لله يعني كل الفيديوهات خاصة بي بدون أخذ أي فيديو أو سرقة أي فيديو من تطبيق كواي أو تطبيق يوتيوب وتنزيله على تطبيق كواي. يعني دي نقطة كتير مهمة، يعني مفيش حد يأخذ أي فيديو أو يسرق أي فيديو، لأنه راح يأثر على توثيقك وراح يأثر على حسابك الخاص بك في تطبيق كواي. مثل ما أنتم شايفين قمنا بشرح كل المتطلبات وشروط تقديم الطلب، لكن هناك شرط واحد فقط وهو 50,000 متابع. لحد الآن المتابعين لم ألحق لهذا العدد. بعد ما أقوم بال يعني تجميع كل الشروط وهم 4 شروط مهمة، سأقوم بالنزول إلى معيار التوثيق مدى الأصالة. لابد من أن يكون المحتوى منشور أصليا، مثل ما قلت لكم لازم يكون أصليا، محتوى عالي الجودة، الموضوع واضح، المعلومات الوافرة والوضوح العالي. يعني قال لك المعلومات الوافرة والوضوح العالي،
لازم كلها تكون موجودة في حسابك الخاص وتكون موجودة في الفيديوهات التي أنت تقوم بتنزيلها. بعد ما تكون أنت صانع محتوى جيد يعني وعندك أهداف في تطبيق واي، يعني أول شيء يكون عندك هدف قبل الأرباح. يعني أول نقطة هي خلي عندك قاعدة جمهورية وخليك محبوب عند الجماهير وخليك مبدع، يعني خلي في عندك روح تنافس عالية جدا، حيث راح تستطيع أول شيء تكسب الجمهور، وثاني شيء تكسب محبة الناس إليك، لأنه بالمحبة والجماهير أكيد راح تحقق جميع الشروط وتحقق كل الأهداف من بينها الأرباح الخاصة بتطبيق واي. بدون هالنقاط أنت أكيد راح تفشل لو أنت من أول دقيقة فكرت في موضوع الربح من تطبيق واي. أول شيء خلي الفيديوهات تكون فيديوهات خاصة بك وتكون محتوى أصلي خاص بك أنت فقط من إبداعك أنت، خليك مميز، خلي صوتك حلو، خلي تفكيرك حلو، كلها دي الشروط بتساعدنا على يعني في النجاح في أي تطبيق سواء تيك توك أو يوتيوب أو تطبيق واي. مهما كان الهدف، أول شيء خلي أول هدف وهو الجمهور، أول هدف وهو القاعدة الجمهورية اللي راح تساعدك في النجاح واللي راح تساعدك في الاستمرار. بعد ما نكون قدمنا كل هالشروط نقوم بالنزول إلى علامة الحمراء وهي قدم الطلب الآن. بعد ما تكون حققت أربعة شروط اللي احنا شايفينهم دول نقوم بتقديم الطلب. بعد ما نقوم بتقديم الطلب سيتم فورا توثيق الحساب الفردي على تطبيق واي. بهالطريقة أكون شرحت لكم أهمية التوثيق الفردي وأهمية أنك توثق حسابك على تطبيق واي. كلها نصائح سهلة جدا وبإمكان أي حدا يتجاوزها، لأنه مستحيل يعني مش راح تحقق، بالعكس بالعكس إنك تستمر ده شيء. أول نقطة إنك تكون إنسان عندك أهداف، إنسان عندك صبر مشان تحقق كل اللي بدك إياه في تطبيق واي أو أي مجال أنت تدخله سواء يوتيوب أو تطبيق تيك توك أو أي شيء أنت بدك إياه. لازم تكون أنت صانع محتوى وتكون عندك الاستمرارية وتكون عندك الصبر ويكون عندك أهداف في حياتك قبل لا تفكر في الأرباح، فكر في الأهداف وفكر في القاعدة الجمهورية. دي نصيحة مني، القاعدة الجمهورية اللي هي اللي راح تخليك تكون صاحب محتوى مميز وتكون عندك قاعدة جمهورية. بهالطريقة أكون خلصت معكم الفيديو، إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.